حياكم الله من اليوم 26، شكرا على تفاعلكم تحت هاشتاغ UAEJJFChallenge. اليوم تمرينا بيكون جلوت، يلا نشوف التمرين. بنبداك العادة بالتسخين، بيكون عبارة عن 30 ثانية لايت جمبس، عشرة سكوات، عشرة ووك أوت، وطبعا بتعيدون التمرين 3 مرات قبل لا تنتقلون للتمرين الأساسي. تمريننا الأساسي لليوم بيكون متكون من 6 حركات، وكل حركة عبارة عن 3 جولات. بنبدأ بأول حركة بتكون سينجل ليج بوش باك، 3 جولات 15 لكل ريد. سكوات بلس 2 هوبس 3 جولات 12 مرة. فلور ليج بوش باك 3 جولات 15 مرة لكل ريل. فلور سايد ليج ريز بلس هاف رب 3 جولات 15 مرة لكل ريد. لترال ليج ريز 3 جولات 12 مرة لكل ريل. بلفك إليفيشن 3 جولات 20 مرة. بين كل تكرار بيكون دقيقة راحة، وبين كل تمرين أساسي 2 دقيقة راحة. هذا كان تمريننا لليوم، شكرا على تفاعلكم تحت هاشتاغ UAEJJFChallenge. يبوا شنطة حق الحلقة الجاية، تريونا.